من المنافذ القليلة تكون فتحة لي من هي من خلالها إلى اتحاد النساء وأعطينا الفرصة كي نحيي اتحاد النساء والناقصين بدعمها وهي حسين هي كذلك دعمها هذه الأفكار الأفكار الاستراتيجية وهذا يدل على أن المجتمع المدني إذا بابيا تو بابيا. Beaucoup de nos résidents qui ont la... طبعا ممثل عن سفارة فلسطين طبعا ممثل عن دولة فلسطين بما أن القضية وأن الدولة الجزائرية والقضية الفلسطينية تستلهم مطالبتها احتراما وإجلالا وإقبالا واعتزازا وإشرافا بشرف دماء فلسطين الطاهرة لأن الدولة الفلسطينية أو النضال الفلسطيني أو حتى الانتفاضة الفلسطينية تستبد قوتها وعنفوانها ومصداقيتها وقداستها من ثورة المليون ونصف مليون شهيد. مرحبا بكم سيدي طبتم وطابتم شهيد. طبعا نحيي جميع الحضور باسم سعادة سفير دولة فلسطين نشكرهم. طبعا دور الإعلام دائما كان نحن كفلسطينيين ساهم كثيرا في القضية الفلسطينية بما كذلك ساهم الإعلام الجزائري في خدمة الجزائر لكن دور الإعلام الجزائري والإعلاميات الجزائريات كان له دور مهم في القضية الفلسطينية فطبعا شكرا لكم باسم سفارة دولة فلسطين ونهنئكم على هذه المناسبة طبعا أيام طوال أول نوفمبر ترتبط مع قضايا تاريخية لشعبنا الفلسطيني